إذا برجع مرفق تالي أمورنا بتصير بخير، بترجع أمورنا مثل ما كانت، والشيء بيرخص، بصير العالم كلها تاكل تشرب، اللي بصير في حركة شغل بالبلد، يعني هلا حركة شغل دائرة كتير، يعني هلا الواحد بروح بيشتغل دوب ويشتغل بحقرة الخبز، يا ما بيشتغل فيها كمان، يعني الوضع شو بدي اللي أكتر من هيك صعب 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 على كل البشر. الكهرباء شفته تقنين طويل وهي ما في زبون يستنى لبين راحت الكهرباء واجت الكهرباء، نضطر نشغل المولدي. المولدي هاي بدها وقود، يلا تلاقي حدا يجيب لك بدون هالمازوط وخيفان وكذا والى اخره. العالم بدها ترجع بيوتها، بدها يعني بهمة الدولة وتشجيع الدولة العالم بدها ترجع بيوتها، بدها تصلح بيوتها، بدها تقعد، ما عاد فينهم يصلحوا. الاحتلال الأمريكي هو الذي سرق ونهب وأخذ خيرات البلد، شايف شلون؟ نحن نطالب بخروج القوات الأمريكية الغير شرعية المتواجدة على الأرض السورية. يعني وجود الجيش الأمريكي اجى هون لنهب الثروات والخيرات والنفط والقمح والحبوب، فنحن ضد هذا الوجود يعني، ولا نقبل وجوده على أرضنا، وغير مرغوب فيه الأمريكان، غير مرغوب في منطقتنا، في الجزيرة السورية أو في الجمهورية العربية السورية.